بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو جاروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضا ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عدو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى ويمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تكذبون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غير فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإنك لأجر غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قل هل تطيع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطيع كل ألاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير مهتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال تئل وبنين. إذا تلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليرمونها مصبحين ولا يستنون. فطاب عليها طائب من ربك وهم نائمون. فأنبهك الصرين فتنادوا مصبحين أن يمدوا على حرسكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. سألهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يوسف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني وما يكذب بهذا الحديث. سننتدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لأم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إن نادى وهو مهزوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق وما أدراك ما الحق. كذب ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى
ثم بدر القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية
وجابرعون ومن قبله والمتفقات بالهاتئة فأسوا رسول ربي فأخذهم عزة الرابية إنا لما طغى الماء عملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تردون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية كتبها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما علمت في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليت كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يؤد على طعام المسكين وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يعلمه لا يأكلون إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أهل أنتم حاجزين وإنه لذاكرة للمتقين وإن لنا له أن منكم مكذبون وإنه لآيرة على الكافرين وإنه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فانبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا
يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.
يبشرونهم يود المجرم لو يرتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيك الله إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون وما للذين كفروا قبلك مطيعين عن اليمين وعن الشمال إذن أيتبع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعملون صدق الله العظيم.